والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله إن الله تبارك وتعالى جعل النكاح وسيلة لسريان بني آدم إلى يوم القيامة. وإنما هذا السنة سنة وعبادة واقتداء وأمر من الله. وبهذا بداية بني آدم وهو آخر ما سنشغل يوم القيامة والجنة. كما قال الله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين. فالزواج والنكاح جار في الجنة. وأما الصلوات والزكوات والحج والعمرة فمنقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا أن ثلاث. فهذا عمل شريف وسنة شريفة، وهو اقتداء بالأنبياء جميعا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يتزوج، وكذلك يحيى عليه السلام. وأما باقي الأنبياء فكانوا كثير النساء وكثير الأزواج. أيها الإخوان، فهذا يوم مبارك اجتمع فيه شيئان مباركان، النكاح والجمعة، فهذا شيئان مباركان فلله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، أي فمن ترك هذه السنة، فليس هذا من طريقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالأسف فإن المسلمون في بلاد الغرب وأوروبا وكذلك في بلاد المسلمين لم يرغبوا في النكاح، أي يكرهوها أو يتركوها، فهذا وبال على هذه الأمة. فعلينا أيها الشباب أن نجدد هذا الشيء ونكثر منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مكاثر بكم يوم القيامة، أن يفتخروا بنا بكثرة الأولاد وبكثرة الزواج، لأن الزواج شيء طاهر معزز ومكرم. وأما خلاف النكاح فهذا عمل شيطاني، وكذلك نرى في بلاد غير المسلمين وبالها، فالعياذ بالله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة.
الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعضي غلدا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله فلنقم الصلاة.